تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، سعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن ساعة إذاعية نرحب بها بكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج اللي نتمنى إن شاء الله أن تعمن خلاله الفائدة عليكم جميعا. نذكر بطاقم البرنامج معنا في التنسيق ميرا الإغفلي وفي الإخراج عيسى سبيل، وأيضا كل التحية لفريق الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، يعني اللي دائما ما يشاركون هذا البرنامج ودائما ما يقدمون لنا يعني وينسقون لنا الضيوف اللي يكونوا موجودين معانا والمواضيع كذلك اللي نطرحها في هذا البرنامج. هذا خلينا نرحب دكتورة ندى الملة. دكتورة صباح الله بالخير عشان متمترين وايد. صباح الورد محمود، يوم الاثنين لحبك الاثنين، وصباح الجميل البارد المضبب شوية فحسوا انتم تسوقون. أهم شيء أنه مضبب قليلا. إنزين، لا أنا ليش بغيت اليوم أبغي أذكر فريق الإعداد، أنا بقول لك ليش. ليش قولي؟ كنت في المنتدى الصبح يقول دكتورة أنت ما تشكرين على الهواء، هم قصدي مو أنا قصدي أنت طبعا، هم قالوا تي؟ هي قالوا لي تي. أفا أفا، فيوم قلت لا والله لا والله ما حد خبرني، بس اليوم أنا تي ناش من الصبح أبغي أشكرهم. يا سلام، شفت القلوب عن بعضها، انت وفريقك القلوب عن بعضها. يا لكن ما ادري والله ان كان ان قالوا له كذا، لا ما نطرش له من دار عيل كانت. عموما فريق الاعداد معانا في هيئة الصحة. نبتدي بنور نزال، عندنا يوسف سعد وحسن البلاونة، وأيضا تشاركنا إن شاء الله بترجع للبرنامج كذلك أسمى الجناحي بمداخلاتها وتغطياتها، وأيضا الأمور اللي بتطرحها عبر أبرز ما يرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن شاء الله. من بعد المنتدى بناخذ معاها أول بول، كل شيء له علاقة بالسوشيال ميديا أو الإعلام الاجتماعي. هاي تحية للطاقم كل اللي ذكرتم محمود، هالجنود المجهولين خلف صحة وسعادة، نحن الواجهة بس في جنود مجهولين جميلين يجهزون كل اللي احنا نقدمه لكم من محتوى. طيب ناخذ دراستنا اليوم دكتور، تقول توصلت دراسة حديثة الى ان زراعة الخلايا الجذعية تمنح المرضى المصابين بحالة شديدة من تصلب الجلد املا في البقاء لفترة اطول على قيد الحياة. ويقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور كيث سوليفان أستاذ الطب والعلاج الخلوي بالمركز الطبي بجامعة ديوك الأمريكية، تؤدي الإصابة بتصلب الجلد إلى قساوة الجلد والنسيج الضام الواقع تحته، وتؤدي إلى فشل مميت في الأعضاء وحاط بين قوسين الرئة غالبا. ويعالج تصلب الجلد المترافق بفشل عضوي باستخدام كابتات المناعة بشكل قياسي. وقد اختبر الباحثون فعالية علاج جديد يقوم على زرع الخلايا الجذعية بالتزامن مع الجرعات العالية من العلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي لكامل الجسم. اشترك في الدراسة 75 مصاب بتصلب الجلد، وجرى توزيعهم بشكل عشوائي ضمن مجموعتين. عولج أفراد المجموعة الأولى بالخلايا الجذعية المصممة لتدمير الجهاز المناعي المريض واستبداله بخلايا جذعية معالجة، في حين عولج أفراد المجموعة الثانية بالعلاج التقليدي للمرض لمدة 12 شهرا. لاحظ الباحثون
أن معدلات النجاة بعد 10 سنوات كانت أعلى لدى المرضى الذين حصلوا على العلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي لكامل الجسم وزرع الخلايا الجذعية، كما تراجعت الحاجة لدى أفراد هذه المجموعة لتناول الأدوية الكابتة للمناعة بعد إجراء الزرع. جرى تمويل الدراسة طبعا من قبل المعهد الأمريكي الوطني للصحة، وجرى نشر نتائجها في مجلة نيو إنجلاند الطبية اللي هي يعني مجلة معروفة ومعتمدة. طيب دكتورة، الآن يعني ما نتكلم عن هذه التقنية وأيضا ما نتكلم عن الخلايا الجذعية، أهمية أنه عزيز وين ساير؟ آه وين القهوة مالتي؟ موجودة ذي؟ ليش حطيت عند دكتورة ندى؟ أنا قالت له الصبح محمود إجازة لا تجيب شيء، فكنت ناوي أعطيها حق عيسى. زي ذات الله خير، تفضل عيسى. عموما نرجع للموضوع، يعني تخيلي دكتورة ان لين الحين في عندنا ناس يعتقدون ان انا عشان اخزن الخلايا الجذعية لازم اوديها في اوروبا ولا امريكا، هذه البنوك اللي تحفظ هذه الخلايا الجذعية، في حين ان نحن عندنا في مركز خاص وبنك خاص للخلايا الجذعية موجود عندنا، ايضا اسعارها رمزية. يعني انت مقارنة محمود، يعني الناس لما اول ما كانت تسمع السعر كانت تقول ليش تدفع الكثر، هم ما يعرفون التقنيات الضخمة عشان انت تحفظ هالخلايا الجذعية لسنوات قدام. الخلايا جدا رقيقة، يعني حتى تغير مستوى الاكسجين فيها ممكن يقتلها، تستوي قليلة يعني عديمة النفع. فالمبلغ جدا جدا رمزي محمود، لو انت تفكر المبلغ اللي بدفعه مقابل الفائدة اللي انا بحصلها. لو سمح الله صابني سكر واستخدموا الخلايا الجذعية هاي، امراض في العيون معينة ممكن يستخدمون الخلايا الجذعية، تصلب الجلد، الأمراض المناعية بشكل عام ممكن تستخدمون الخلايا الجذعية، فكان ممكن تصرف ملايين على العلاج من هذه الأمراض بينما أنت بتدفع مبلغ زهيد تخزين الخلايا. جميل. أيضا دكتورة يعني أهم من هذا كله الثقة. صح، الثقة بالضبط. في أن هذا المركز يعني مركز حكومي 100% يعني صحيح. إن شاء الله يعني محن في النهاية بشر يعني، لكن هم الجماعة عندهم الثقة وجدا عالية ومسألة أن الواحد يعني يحفظ هذه الخلايا في بروسس، ممكن تروح ممكن ترجع. صح. ممكن تنجح عملية يعني حفظ الخلايا هذه. صحيح. أو لا، ففي لها يعني العديد من المواضيع والمبلغ يعني نحن اقترحنا عليهم دكتور. أحيانا الواحد ما يكون عنده المبلغ هذا مرة واحدة يدفعه، فقالوا لنا يدرسون الموضوع أنه ممكن يقسطونه، عرفتي، لأنه استثمار طويل. بالضبط، ممكن يقسطونه، ممكن واحد، لأن محمود طبعا أنت خلال جذعية هي من أنتج المشيمة لما الأم تربي. يعني أنا دائما الأمهات لما ينصحون العيادة يقول دكتورة تنصحين أن نخزن ولا لا، وعشان المبلغ دائما أقول رتبوا أموركم من قبل محمود، شوية ترتيب من قبل، تعرف يعني ما شاء الله الحمل 9 شهور، يعني حطوا كل شهر مبلغ 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 يستوي عندكم. هو بعد كل شهر 1000 بالضبط، يعني شو عندكم، هي خطة توفيرية لو فكرون فيها. ترى احنا محمود نصرف المبالغ احيانا هذه على اشياء اقل اهمية، بينما انا استثمر في صحتي، هذا هو الاهم، ومو بس صحتي حتى صحة عيالي. يعني اقل اهمية مثل شو، الجذور والصحون وهذا ولا الدلال؟ يعني سبحان الله طقم دلال جديد نازل او شيء، يعني على اشياء اقل اهميه يعني، فممكن نستثمرها، وانت حطي شويه والابو يحط شويه، تشاركون، يصير مشاركه وتستثمرون، فهذا يعتبر استثمار. ترى انت خزنتي خلايا الجذعيه؟ لا محمد للاسف. لا حول ولا قوه، انا قديمه على ايامي ما كان في لا في اظني المركز دكتور يمكن كمل 19 سنه و20 سنه عندنا. صدق انت بعد اجدم انت اجدم بعد سبحان الله انا قديمه مشكله. عموما دكتوره الدراسه هني تتكلم عن الخلايا الجذعيه تعطي امل في علاج تصلب الجلد. انت شو تصلب الجلد؟ شو هو مرض مناعي، الجسم يهاجم فيه الجلد ويسوي زياده في سماكه الجلد في بعض الاماكن. طبعا الناس تقول يعني الجلد، يعني الناس يمكن ما تفهم اهميه هذا المرض، لان مشكله في مرض تصلب الجلد او لا اسمه مثل سكليروديرما، انه ممكن ياثر على عمل الكلى وعمل الاوعيه الدمويه وعمل القلب، ممكن تسوي ارتفاع شديد في ضغط الدم، ممكن تسوي فشل كلوي، فهو مرض مناعي. شو سببه؟ طبعا مو معروف، والخلايا الجذعيه اصلا تنجح اكثر
مع الأمراض اللي يكون أساسها مناعي، لأنها مثل كيف نقول لكم، أقول لكم يا كأنكم تعطون بداية جديدة للجسم. يعني لما أزرع أنا خلية جذعية فأني كان يعطي بداية جديدة، يعني أشل اللي أدي الوظيفة أخليه أحيلها تقاعد وأجيب له موظف جديد فرش أنا هيئة يقوم بهذه الوظيفة. هذه طريقة عمل الخلايا الجذعية. شكرا لك دكتورة. وما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله لنا يعني بيكون لنا لقاء أو نقل مباشر إلى فعاليات منتدى دبي الصحي 2018 الذي تجري أعماله حاليا في مدينة جميرة، وبتكون لنا العديد من اللقاءات مع عدد كبير إن شاء الله من المشاركين عبر مراسلين في برنامج صحة وسعادة. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. ونذكركم إن منتدى دبي الصحي انطلقت أعماله اليوم في مدينة جميرة، وبيكون على مدى يومين، وفي محاور جميلة، 7 محاور جميلة طرقنا عنها شوية أمس، بس أنا أنصح كل حد يروح يزور المنتدى لأنه فعلا محاور جميلة، والحديث أو ركن الابتكار المصاحب له أيضا جميل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. انطلقت قبل قليل بفندق مدينة جميرة فعاليات منتدى دبي الصحي بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء والمسؤولين وصناع القرار في مختلف المؤسسات الصحية المحلية الإقليمية والعالمية. طبعا نحن وعدناكم قبل الفاصل بيكون عندنا بث مباشر ونقل مباشر من خلال فعاليات هذا منتدى هذا الحدث اللي يشكل منبر تفاعلي لمناقشة آخر المستجدات العالمية والقضايا الصحية المرتبطة بتطور ونمو المجتمعات، وأيضا تسخير التكنولوجيا والأفكار المبتكرة لخدمة القطاع الصحي والبيئة الصحية بشكل عام. عموما تفاصيل أكثر مع الزميل يوسف سعد موجود في يعني مرافق المنتدى. يوسف صبحك الله بالخير وخبرنا ما الذي يجري هناك. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعين برنامج صحة وسعادة. استكمالا للمقدمة اللي ذكرت قبل قليل محمود، أنا هنا في فندق مدينة جميرة، وأكثر من 2000 من قيادات صحية والعلماء والخبراء والأطباء وصناع القرار والمخططين ورأسين السياسات الصحية من داخل الدولة وخارجها اجتمعوا في منتدى دبي الصحي في دورته الثانية لعام 2018. المنتدى هذا العام محمود يرتكز على مجموعة من المحاور بالغة الأهمية ذات الصلة بأجندة الدولة ورؤية الإمارات وخطة واستراتيجية مدينة دبي على وجه التحديد. الأجندة أجندة المنتدى محمود تتسع إلى مجموعة من الموضوعات والمحاضرات والمناقشات اللي بيشارك فيها خبراء من أكثر من 18 دولة. استعراض سريع لأهم الموضوعات محمود، هناك موضوع عن الجينوم الاصطناعي، هناك موضوعات عدة عن السياحة العلاجية وأفقها في دبي ومستقبل الذكاء الاصطناعي وأهميته وخاصة لتمكين أصحاب الهمم. هناك موضوعات أخرى وطاولات أخرى للمناقشة حول الأصول الرعاية الصحية وعن الكيمياء الحيوية وعن مجموعة من القضايا والإشكاليات التي تواجه العالم على الساحة الصحية. قبل قليل انطلقت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي حميد محمد القطامر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أكد فيها على أن على الاهتمام البالغ الذي تولي دولة الإمارات بالصحة وسعادة جميع الأفراد مواطنين وقاطنين وساكنين وحتى زائرين الدولة، وألقى الضوء على ما تقوم به هيئة الصحة بدبي على وجه التحديد، وأكد أهمية هذا المنتدى على مستوى المنطقة وأهمية الخروج منه برؤى واضحة
يمكن لدبي أن تسهم بها في تطوير الساحة الصحية على مستوى العالم. أكد كمان معالي في كلمته أن هناك مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم هناك سباقا مفتوحا نحو المستقبل، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة دائما هي المبادرة نحو المستقبل، وأن مدينة دبي مدينة الإبداع دائما مبادرة نحو المستقبل وتمكين مؤسساتها من أدوات هذا المستقبل وأدوات الإبداع والابتكار. مجموعة من المحاور الرئيسية اللي أشار لها معالي واللي تضمنتها الأجندة أهمها الذكاء الاصطناعي والحديث عن الاكتشافات والابتكارات الحديثة في المجال الطبي وفي جميع المجالات الأخرى المتصلة بالمجال الصحي. أيضا من أهم المحاور محمود قضايا الاستثمار وأهمية والفرص المتاحة التي أوجدتها دولة الإمارات ومدينة دبي بشكل خاص للمناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وخاصة في القطاع الصحي، وموضوع آخر عن رفاهية المجتمع وأدوار المؤسسات الصحية في تعزيز رفاهية المجتمع والأنماط الحياتية والصحية السليمة، موضوعات أخرى ومحاور أخرى عن إشكاليات الطاقة والبيئة والاستدامة. مجموعة من الموضوعات جميعها موضوعات جديدة ولاقت استحسان جميع الخبراء اللي تواصلت معهم الهيئة خلال الشهور الماضية لاستقطابهم لهذا المنتدى. كان العنوان الرئيسي والمحاور الرئيسية للمنتدى كانت عامل جذب مهم جدا محمود للحضور، وخاصة أن هناك نخبة من صناع القرار، نخبة من الخبراء الذين يؤثرون في حركة السياحة الصحية عالميا موجودين في دبي وهم حضور وعلى رأس المحاضرات وعلى رأس ورش العمل التي ستتضمنها المنتدى. محمود في من أهم المحاور عندنا محور رفاهية المجتمع وطب الأسرة، وأحب أن ومعي الحين الدكتورة ناهد منصف استشاري طب الأسرة ومدير إدارة الشؤون الصحية في هيئة الصحة بدبي بتطلعنا عن أحد المحاور المهمة المتعلقة بنموذج الرعاية المرتكزة حول احتياجات المرضى. شكرا يوسف على الاستضافة. أنا راح أتطرق إلى ورشة عمل اللي هي نموذج الرعاية المرتكزة حول احتياجات المريض. النموذج هذا يعتبر نموذج بدأ تطبيقه في أمريكا وبريطانيا وأصبحوا يعني قطعوا شوطا كبيرا في تطبيق النموذج هذا في بلادهم، واليوم نحن راح نستضيفهم عندنا إن شاء الله دكتور براموود من بريطانيا ودكتورة آن من أمريكا. راح يتطرقون على النموذج هذا وراح نستفيد من وجودهم معانا في تطبيقه عندنا في الإمارات أو في دبي. النموذج هذا يتكلم عن عبارة عن نموذج مرتكز على تقسيم الرعاية الصحية للمريض وأسرته والمجتمع بالتنسيق مع طبيب الرعاية الصحية الأولية وفريق من المهنيين، وهذا لضمان حصول المريض على الخدمة اللازمة متى وأينما احتاج إليها وبطريقة يقدر يفهمها. فالخدمة هذه طبعا في سابقا الرعاية الطبية في بلاد العالم في سنة 1900 كان دائما معتمدة على طبيب واحد. الطبيب هذا يكون عارف التاريخ المرضي للمريض لأسرته، حتى لدرجة أن الطبيب هذا يعرف مكان سكن المريض وحياته الاجتماعية ومكان عمله وجميع الأجواء اللي تحيط بالمريض اللي لا تأثير على حياته الصحية. لكن مع تقدم الطب والتخصصات الطبية المتعددة صار المريض معرف أنه يشوف أكثر من طبيب، فصار المريض الحين يضيع في النظام الصحي، مو بعارف يروح عند أي تخصص، يراجع عند أي طبيب، يروح أي مستشفى، فصار المريض استمرارية الخدمة بالنسبة له مفقودة. لذلك النموذج هذا راح يساعد أن المريض يكون عنده من يرجع إليه بحيث أنه يساعده ويحوله على التخصص المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، والطبيب هذا مع الفريق المهني اللي معاه أكيد راح يكون في تواصل مع الأطباء اللي في المستشفيات والتخصصات اللي مختلفة اللي موجودة، فبالتالي ينسق عملية الرعاية الصحية للمريض. فالمريض ما يحتاج أنه يكون ضايع مبعرف وين يروح، ولكن في المقابل بيحصل على خدمة برتكز عليه بالكامل منسقة
متكاملة وشاملة من قبل فريق متكامل وسهل الوصول إليها. الدكتورة نايت، بس يعني كنا محتاجين تلقي الضوء على مسألة، وإحنا بنتحدث عن أن هناك محور عن رفاهية المجتمع والأسرة، مختصر سريع عن الخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار السن في وأصحاب الظروف الصحية الخاصة اللي توصلها الهيئة إلى المنازل. الخدمة هذه يمكن اسمها Medical Home Model of Healthcare Delivery، ولكن لا يعني تقديم الخدمة فقط لكبار السن وفي منازلهم. نحن النموذج هذا راح يساعد إن المريض يحس هو نفسه في بيته في منزله، لأنه هو بيكون متواجد مع فريق طبي كامل يقدمون الخدمة اللي هو يحتاجها المريض، خدمات شخصية له بالذات يعني. فلذلك سميت الخدمة في بعض الأماكن بالميديكال هوم، في بعض الأماكن سموها بالبيشنت سنتريك موديل أوف كير. شكرا دكتورة ناهد. محمود، أنا معايا الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة. يوسف تسمعني؟ بس حابب يلقي الضوء على مسألة ناخذه بعد الفاصل، بس لأنه مرتبطين بفاصل إعلاني ونرجع لك إن شاء الله إذا تسمح لنا. شكرا لك يوسف. طيب نحن ما نطلع فاصل دكتورة، بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل مع الزملاء الموجودين حاليا في يعني مقر منتدى دبي الصحي الذي يقام حاليا في مدينة جميرة والذي تستمر أعماله حتى يوم الغد. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الانستغرام. مثل ما كنا نقول أن منتدى دبي الصحي انطلقت أعمال اليوم في مدينة جميرة، وعندنا مراسلين نشيطين موجودين في قلب المنتدى ينقلونا بعض اللقاءات الجميلة. فمعانا الحين يوسف، وكان في لقاء كان فضل نأخذ قبل الفاصل بس بنأخذ الحين. يوسف صباحك ورد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ميرا، أنا معي الدكتور علي السيد. تفضل. الدكتور، في من أهم المحاور التي سنناقشها المنتدى محور الدقة في مجال الأدوية والصحة. دكتور علي السيد بصمة هنا موجود وسوف يتحدث معكم حول هذا الموضوع المهم. دكتور علي. أخو يوسف صباح الخير أخ محمود. صباح الخير دكتور، كيف حالكم؟ الله يسلمك. أول شيء مبروكين على الافتتاح الجيد هذا والبداية الجيدة اليوم، وطبعا نقاط أو يعني في برنامج في أشياء كثيرة مهمة جدا، من ضمنها طبعا يمكن يخصنا احنا الدقة في مجال الأدوية والصحة، وهذا طبعا هيئة الصحة خطوة خطوات يعني كبيرة فيها وكانت في سباقة في هذا المجال. طبعا من ضمن وانتم عارفين احنا يعني وضع روبوت قبل نضع، طبعا مو بس هو يعني نحطنا روبوت في مستشفياتنا، لا بس ان في كان شيء ثاني قبل الروبوت وهو الباركودينج. اليوم الباركود اللي عندنا هو يحفظ سلامة ويحافظ على سلامة المرضى مالنا ويحافظ على دقة صرف الأدوية، لأنه يأكد لنا أن الباركود اليوم ما أتعامل مع الدواء باسم أو بشكل، أتعامل معه بباركود معين، فما في أي مجال لأي خطأ طبي في صرف الأدوية. هذا الشيء الأولاني. الشيء الثاني طبعا الدقة، مش بس هي الدقة بس، إن مثلا ممكن واحد يكون دقيق لكن يأخذ وقت طويل، هي الدقة والسرعة في توصيل الخدمة للعملاء. الشيء هذا عطوا طبعا مجال طبعا يعني ما في أخطاء طبية وفي خدمة سريعة للعميل للمرضى. هذا الشيء خلانا احنا طبعا يعني يكون بنش مارك عندنا، بالعكس تشوفون الناس الثانيين يعني يطلعون ويستفيدون من الخبره اللي احنا مرسينا فيها. هاي الجزء الاولاني. الجزء الثاني احنا تبنينا موضوعين، وهو طبعا التقليل من اي خطا طبي او الابتعاد عن اخطاء طبيه، والحمد لله نجحنا فيها سواء في عدد المرضى الداخليين او الخارجيين، لان حتى الداخليين عندنا نظام الفلتره الذكيه وفي مستشفى راشد، وهي قللت الاخطاء او يعني انهت الاخطاء، ما في اخطاء وما في يعني مثلا تاخير في الخدمه.
زائد ان احنا عندنا نظام ايضا وان مثلا اي شيء يكون مثلا اثار جانبيه تطلع المرضى على طول الابلاغ عنها، نظام الابلاغ عن الاثار الجانبيه. فهاي جزئيتين احنا عندنا دقه في صرف الادويه. ما هيئه الصحه ما اكتفت بهذا الشيء، وانما هناك ايضا دقه في شراء الادويه واستيراد الادويه، بحيث ان الهيئه ما تاخذ اي نوع من اي ادويه من اي مكان، وانما هي طبعا تعتمد على اسس معينه، على انظمه عالميه في اختيار الادويه، في شراء الادويه، في اختيار الشركات المورده، في ايجادها من بلدان بلد المنشا او من طبعا من بلدان مصانع معترف فيها عالميا. هذه كلها طبعا تحافظ على دقه او يعني جوده الادويه اللي هي نهايتها تعطي نتائج ايجابيه لمرضانا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى دكتور، شكرا لك، شاكرين لك دكتور يوسف. عندك المزيد من اللقاءات محمود؟ الجميع مشغول الحين في الجلسات التي بدأت، ولكن أود الإشارة إلى أن المنتدى سيشهد كذلك مجموعة من ورش العمل المهمة. لو تسمح لي محمود أستعرض أهم العناوين. هناك ورشة في اليوم الأول اللي هو اليوم حول الطب وأنماط الحياة، بديرها مجموعة بحضور مجموعة من الأطباء والخبراء والعلماء كما قلنا سابقا من داخل الدولة وخارجها. هناك ورشة عمل عن انقطاع التنفس أثناء النوم، وهذا الموضوع محمود يعني بالغ الأهمية العديد من الأفراد. هناك أيضا ورشة عمل حول نموذج الرعاية المرتكز حول احتياجات المريض، وأيضا وغدا إن شاء الله سيشهد المنتدى ورشة عمل حول الإنترنت ومستقبله وعلاقة كبار السن بالإنترنت والأثار الإيجابية والسلبية لهذه العلاقة، وأيضا تعزيز الأثر الإيجابي للتقنيات الجديدة ودورها في قطاع الرعاية الصحية، وكيف استثمرت المؤسسات الصحية في الدولة وخارج الدولة هذه التقنيات الحديثة المرتبطة في القطاع الطبي بشكل عام. ممتاز، شاكرين لك يوسف هالتغطية الجميلة. وأصلا ورش المصاحبة للمنتدى ورش جدا جدا رائعة، ولازم واحد يحضرها لأنه بيتم فيها فعلا مناقشة مواضيع تهم مواضيع الساحة حاليا، فتغطية جميلة، شاكرا لك يا يوسف. شكرا للزميل يوسف سعد. ايضا نحن موجودين في اروقه المنتدى، هالمره مسير عند يعني زميله عزيزه علينا من زمان ما طلعت معانا على الهواء، عرفتيها طبعا اكيد، اسمه اسمه الجناحي. صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. ويلكم باك يا اسماء. والله حين نورت الاذاعه عن حق يعني بوجودك وبصوتك يا اسماء. الله يخليك دكتور، مشكوره. شكرا محمود، عفوا. اسماء، المنتدى غني بالكثير من المعلومات، غني بالكثير من الفعاليات، غني بالكثير من الانشطه اللي موجوده، ايضا مصاحب لهذه الانشطه هنالك تغطيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفعاليات هذا المنتدى. فخبرينا يعني اول شيء كيف الواحد ممكن يعرف كل اللي قاعد يصير في المنتدى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا من جهه، من جهه ثانيه انتم على شو مركزين من خلال هذه التغطية؟ حاليا نحن موجودين في تلعون المحاضرة، قاعدين نغطي على التويتر لايف من حساب منتدى دبي الصحي واللي هو DHS_Dubai، وأيضا من حساب هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA_Dubai. فقاعدين نغطي على تويتر، اللي يبغى يعرف الأبديت والأشياء يعني على الوقت يتابعنا على تويتر في الحسابين قاعدين نغطي. غير هذا نحاول نسوي مثل ملخص او مثلا بعض الاشياء نحطها على الانستغرام، لكن اللي يبغى تفاصيل دقيقه بيحصلها على تويتر. ممتاز. في هاشتاجات معينه ياسين تستخدمونها للمنتدى؟ الهاشتاج هو DHF 2018.
DHS 2018. حتى لو الجمهور حاب يعني أيضا يحط ملاحظاته أو يكتب أي شيء، كل التغريدات اللي راح تكون في هذا الهاشتاج راح يتم رصدها، كمقترحات أي شيء يبون يكتبون يقدرون أيضا يشاركون في هذا الهاشتاج. ممتاز ممتاز يا أسماء. شو فكرتك الأولية عن المنتدى يا أسماء؟ المنتدى توا بادي وفي حلقات بعدها يعني في البداية، فشو رسالة تعطينا من قلب المنتدى برأيك في هذا المنتدى والدعوة اللي توجهينها للناس؟ بصراحة يعني من نحن حاليا في الجلسة الثانية نتكلم عن دقة في مجال الأدوية والصحة، يتكلمون عن مواضيع فعلا يعني وايد ناس يتألمون لأنه ما لها علاج. صحيح. فيتكلمون يعني أنت أقول المستقبل راح يكون مشرق أكثر، خصوصا الأمراض المستعصية اللي ما لها علاج مثل ما تتكلم التصلب النويفي وغيره من الأمراض اللي فعلا الناس ما تعرف يعني ليش ما يعرفون أسبابها ولا علاجها. فقال يتكلمون عن الدقة وكل مريض وكيف يعني يتم خلق الدواء على حسب المريض، يعني الدواء ينخلق للمريض وليس ان الدواء واحد للمرض. صحيح صحيح. ففي وايد اشياء يعني فعلا اللي عنده حالات مرضيه يحس ان هالاشياء وايد مهمه. صحيح اكيد اكيد اسماء. طبعا هاي نقطة محمود ان الدواء يتم تفصيله على حسب حالة المريض، هذه نقطة وايد مهمة انطرحت حتى في مؤتمر إمارة طب الأسرة وحين في المنتدى أيضا، لأن الحين هذا هو الترند، يقول لك أن أنا أوصف لك أنت عندك سكر لا سمح الله أو ضغط، أعطيك أنا دواء ممكن أنت جسمك لا يتقبل ويتفاعل مع الدواء نفس المريض الأول المريض الثاني. فالحين هم في دراسات تروح أن لازم الدواء يفصل على حسب حالة المريض بحيث نوصل للأوبتيمم تريت أو العلاج الأمثل لهذا المريض. فكده حلقة جدا جدا جميلة فاتتني، بس إن شاء الله باخذ عنك الفيدباك لما أوصل المنتدى يا أسماء. طيب بس ما شو تبغين تضيفي لنا بعد كذلك عن المنتدى؟ اللي أبغى أضيفه اللي يتابعوني على التويتر، لأن الموضوع مو بس يهم الكادر الطبي، يهم أيضا المجتمع. صحيح. كل ما زاد وعي المجتمع في الأمور الطبية كل ما كان علاجه أسهل. الناس يقولون بس إحنا خلاص منتدى طبي بس الدكاترة بيحضرون، لا مش بس الدكاترة، الجميل إن الجمهور مو كلهم أطباء، يعني هذا الفعل اللي يخليني أحس إن الناس بدأت تستوعب إن لا لازم أصير أتابع الأشياء الجديدة في المجال. والمواضيع حلوة، وأيضا هم يوم يروحوا عند الدكتور بيكون عندهم أسئلة كثيرة يقدرون يسألونه عن حالتهم سواء من زكام لين من أي مرض ثاني. صحيح صحيح. طيب ممتاز. نحن أسماء ترى في الغد إن شاء الله نبغي ملخص كامل لكل ما تناولتها من مواضيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا خلينا نذكر مرة ثانية بالحسابات اللي ممكن يتابعون من خلالها كل التفاصيل الخاصة بالمنتدى. حسابات المنتدى على تويتر وإنستغرام هو DHF_Dubai. DHF_Dubai. DHF من دبي. Health Forum. Health Forum. أما حسابات هيئة الصحة اللي هو على سناب شات تويتر وإنستغرام اللي هو DHA_Dubai. DHA من دبي Health Authority. DHA_Dubai. شاكرين لك يا أسماء كل التوفيق إن شاء الله. سلامي للجميع اللي موجودين في المنتدى. طبعا تبغون تقولين رافع صدعك في زغتنا شو تبغين؟ عندي مداخلة بس بخصوص مثل ما ذكرت أسماء عن إن يكون المريض واعي. واحدة من التحديات كانت واجهنا نحن كأطباء قبل أن المريض لما يكون عنده وعي كافي بالتالي ما يفهم أهمية التزام بالخطة العلاجية. بس الحين محمود شوف مع وجود مثل هالمنتديات مثلا يحضرها طاقم ناس غير طبي مو في المجال الطبي، فلما أنت تحضر وتزيد الوعي عندك تسهل عملي أنا كطبيب أن أنت عندك خلفية وتعرف أهمية الالتزام، وحتى يونا مرضى في العيادة يطرحون عليك علاجات جديدة قيد الدراسة، فحتى تخليني أنا كطبيب أسوي بحث أفضل. فهي تحية لكل مريض يدرس حالته قبل ما يوصل للطبيب. جميل. بس احيانا يعني في ناس يدرسون الحاله بزياده لدرجه انهم يتفلسفون على الطبيب. يكون هو سلاح ذو حدين لما يكون مريض وعارف، ما بقول عارف بزياده ولكن لما يبحث عن المعلومه الخاطئه، يعني يسوي بحث عن طريق محركات البحث ويجيب معلومات خاطئه وانت كطبيب
تم في النقاش مفاوضات تقنعنا ان معلومته خاطئه هي المشكله. ولكن احنا نتكلم الحين عن الجانب الايجابي لما المريض يبحث بشكل واعي ويتاكد من المعلومه من طبيبه بحيث نوصل خطه علاجيه متساويه بيني وبين المريض. جميل. اذا منتدى دبي الصحي، هذا المنتدى الذي يقام برعايه كريمه من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعماله تستمر باذن الله حتى يوم الغد، ما زالت المواضيع اللي بتطرح هنالك يعني مستمره. محاور المنتدى تستند اعزائي المستمعين على اهداف رؤيه الامارات 2021 صحيح. والأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة صحيح. واستراتيجية دبي 2021 بالضبط. وذلك أيضا في ضمن أهداف واستراتيجية تطوير القطاع الصحي في دبي ما بين الأعوام 2016 و2021. إذن هذا المنتدى دكتورة يساهم في تعزيز توجهات دبي للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، أكثر صحة وسعادة، ودعم الابتكارات الجديدة في المجال الطبي، وأيضا المساهمة في تطوير البحوث وكافة التخصصات الطبية. ويسلط الضوء على شو دكتورة؟ أهم النقاط اللي يسلط عليها الضوء هذا المنتدى هي المحاور الرئيسية اللي هي الاستدامة، الاستدامة في القطاع الصحي، الاستدامة في الطاقة، الاستدامة في القطاع الصحي. محمود يمكن وايد ناس ما تفهم كيف ممكن أنا أسوي استدامة، كيف ممكن أسوي استدامة في القطاع الصحي. جزء من الاستدامة طبعا تكون في وجود مباني خضراء، وهي واحدة من الشهادات اللي حصلنا عليها في الصحة أن مباني خضراء وآمنة تدعم استدامة القطاع الصحي. وفي بعد محور وايد مهم محمود هو تمكين الشباب ودور الشباب في المجال الصحي، وهذا تكلمنا عنه أمس بعد دكتور محمد اللي هو الاستثمار في جيل الألفية، في الجيل الألفية اللي احنا بنسوي فيه عيايز وشياب، وهم ان شاء الله الكوادر الجديدة اللي طالعة بالافكار الجميلة اللي تكون عندهم. يعني بتاخذين زمان شو زمان غيرك؟ لا محمود ترى احنا بنسى انا وانت ونحييهم. تكلمي عن نفسك دكتور. انزين ايضا مثل ما قال دكتور اقتصاديات الصحه المستدامه صحيح. الشباب والرعايه الصحيه والاستثمار في جيل الالفيه كذلك في التكنولوجيا والابتكار في مجال الصحه، هذه كل القضايا والتحديات الصحيه العالميه. يعني هي ما تواجه دوله الامارات فقط، ولكن هي قضايا عالميه في لها تحديات ان شاء الله يعني نقدر نتغلب عليها بالعلم والتكنولوجيا والابتكار، وايضا نقدر نضع الاستراتيجيات والحلول المستقبليه ل يعني مختلف الاشكاليات الصحيه. طبعا. هذا المنتدى في 35 من 35 متحدث من 18 دوله عربية وأجنبية. عربية ما شاء الله نسبة الناس اللي زايرين المنتدى محمود من الدول الأجنبية ضخم. أنا كنت في المنتدى الصبح ما شاء الله، والمنتدى مثل ما قالت اسمه تقريبا 2000 شخص، كثير منهم زوار لدبي فقط لحضور هذا المنتدى، ويدل على ثقل هذا المنتدى وكمية المعلومات اللي بتكون فيه الورش الجميلة المصاحبة له والحديقة ركن الابتكار أو ركن الابتكارات الصحية الموجودة له هناك. المعرض المصاحب هذا المعرض ضخم جدا، فيه الكثير من يعني الأجنحة إن صح التعبير اللي تعرض آخر ما توصل له القطاع الصحي من تكنولوجيا وابتكارات. إذا 20 محاضرة وحلقة نقاشية وثمانية ورش عمل صحيح. تفاعلية وقلنا في معرض مصاحب للمنتدى يركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعني هذا كله طبعا دكتور الهدف منه في الأساس محاكاة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، الرؤية الخاصة بعالم التقنيات والمستقبل. نحن يعني آثرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نعيش المستقبل بالضبط. لا ننتظر المستقبل، لا قررنا أن نعيش المستقبل من خلال العديد من المبادرات. أيضا يعني كانت هناك مبادرة أطلق كذلك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ويتابعها بشكل كبير سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، يتابعها بشكل حديث اللي هي التن اكس
اللي هو اللي ممكن حققها بعد 10 سنوات نحققها الآن. أفضل ما نتري 10 سنوات. أفضل الممارسات العالمية اللي موجودة في حول العالم. يعني الدراسات، الممارسات، التكنولوجيا، الأفكار، الابتكار، هذه هنالك فرق من كل الدوائر الحكومية تقوم باستقطاب هذه الأفكار وهذه التكنولوجيا وهذه الأمور وتحاول تطبقها في إمارة دبي. اللهم لك الحمد، نحن أعتقد فزنا في الدورة الماضية بالمشاريع المبتكرة. كانت عندنا العديد من المشاريع، والله ما أتذكرها، بس لأنه ما شاء الله يعني الجماعة في هيئة الصحة من الفريق هذا دائما يفاجئونا بالعديد من الأفكار. طبقوا الثريدي، طبعت ثلاثية الأبعاد اللي هي واستخدمت فعليا حقيقة في العديد من العمليات. أيضا قاموا من هذا الجانب حتى بطباعة رجل صناعية كذلك لأحد المرضى. وفي بعد كذلك تقنيات ثانية، تتذكرين شيء منهن؟ أنا أتذكر في عنده فانيلة التي تقيس كل شيء، تقيس النبض والهذا وكذا، مؤشرات الحيوية. أي. قسم مؤشرات الحيوية بي بي بشكل مفصل. عيسى خلصنا ما شاء الله الحلقة خلصت. انزين، عموما نحن شاكرين لكم، يعطيكم العافية جميعا اللي كانوا معانا عبر الانستغرام، شكرا لكم جميعا، وكل الشكر كذلك انستغرام نور دبي. انزين، وشكرا لك يا عيسى سبيل، وكل الشكر حق ميرا الغفلي كانت معانا في التنسيق، والشكر كذلك للزملاء يوسف سعد، الزميلة أسماء الجناحي، الزميل حسني البلاونة، انزين، وايضا الاخت نور نزال، وكذلك انا في شخص يعني جماعة الخير بعد هذا هذا صدق جندي مجهول. منو؟ حسن فارح. هذا حسن يا حليله هو اللي يرفع المواد على السوشيال ميديا. بعد باقي لي 4 ثواني خلص روحي قلت بعد باقي لي. شكرا للدكتوره ندى الولا، وهذه تحياتي، وحدثكم محمود يوسف العلوي، نلقاكم ان شاء الله عبر تغطيه اخرى لمنتدى دبي الصحي في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.